يعني ما سمعناه عن أنه توقف عمليات القصف وكل العمليات الحربية في قبال عدم تسليح الحوثيين في هذه المرحلة، هذا ضمن شروط الهدنة ليس كذلك؟ من يسلح الحوثيين؟ يقال أنه إيران تسلح الحوثيين، فما هم يصنعون؟ عندك دليل؟ لا أنا ما عندي دليل. من عندك؟ لا، ليش ما يصنعون؟ ليش ما عندهم علاقاتهم مع بعض الدول وممكن يأخذ السلاح من أي مكان؟ ليست بالضرورة. والشعب اليمني شعب حي، وشعب رغم فقره ومعاناته إلا أنه مبدع في كثير من المجالات. عفو التسليح دعم، دعم سياسي ومحاصر، كيف ندعم نحن سياسيا؟ بلى ممكن نحن نتكلم ونريد حل الأزمة اليمنية، لكن ما يجري هو يدافع عن نفسه بأبسط الأسلحة.